والله سيدي العزيز، احنا حتى العاصفة الأخيرة يعني أنا احنا سبق يعني أنا بالذات يعني أكثر من مرة بجميع القنوات وحتى قناتكم الموقرة بسبب التأويل اللي صار عليها من قبل أخوة في صفحات التواصل الاجتماعي، يعني قد أمور يعني كثيرة صار تأويل. أخي العزيز احنا نوهنا دائما نقول لكم المصدر الرئيسي للأخبار هو الهيئة العامة للنوع الجوي رصد الزلزال. حلو حلو. المصدر الرسمي يتحمل مسؤولية. حلو حلو كلامك. إيه يعني هذه العاصفة صار بها تأويل قصدك؟ صار بها تأويل بشكل سيد العزيز. يعني أيه. إحنا دنقول يا أخوان أنا من أعطي المعلومة، من أعطيك معلومة كأنواع جوية، أنا مسؤول على حياة المواطنين بهذه المعلومة، لأن هذه المعلومة تنتظرها تكون محاسب عليها. أحسنت كلامك جيد جدا. يعني أنتوا شنو قلتوا بخصوص هذه العاصفة؟ هذه العاصفة سيد العزيز احنا سبق ونوهنا يعني سنوات وعدة مرات، وخاصة من بداية الشهر الواحد. احنا العواصف بدت عندنا تقريبا في شهر الواحد، عندنا كان يوم 25 شهر ايضا في شهر الواحد كانت عندنا عاصفة. نوهنا بالعراق يتعرض للعواصف، يتعرض للتغيرات المناخية، لارتفاع درجات الحرارة، الى التصحر، ولكن لحد هاللحظة ماكو خطوة ايجابية يعني تساعدك على هذا الموضوع. حلو. يا أخي العزيز تعرف أنت هذه العواصف الترابية، يعني إحنا كل ما تصير عاصفة ترابية يعني تفقد لك شخص لو شخصين. طيب. يعني. طيب سيد عامر أنت تقول ماكو خطوة، يعني بعد العاصفة التاسعة هل اتخذت إجراءات سريعة استباقية؟ شنو هي الأولويات اللي المفروض يعني الجهات المعنية تقوم بها؟ والله سيد العزيز إحنا كجهة استشارية وكجهة علمية نطل التقرير مالتنا. طيب. نطل تحذيراتنا الاستباقية لعدة جهات رغم ما وجودها وخلية أزمة موجودة خاصة بالكوارث الطبيعية داخل أمانة. طيب. عامة مجلس الوزراء، فهذا أكو دوائر مهمة مثل هذا الموضوع، الزراعة، الموارد المائية، البيئة، بعض الدول. هو أنت سبقتني بالسؤال، وزارة المالية المفروض هي وزارة المالية المفروض تشارك بهذا الموضوع، لأن أكثر المشاريع أكثر الأمور لازم يصير لها تخصيص مالي. طيب. يعني أبو وزارة الزراعة ما يقدر يزرع، ما يقدر، لأن أبو الموارد المائية كمية محدودة من المياه. طيب. أبو الموارد المائية مقطوعة عنا دجلة، مقطوعة عنا مياه من تركيا وإيران، إيراد مبالغ يعني أمور ساد، يعني هواي امور يعني احنا. جيد. انت انا بس حتى توضح الصوره امام الناس، انت هذه التقارير يعني الجهه اللي تطلع بالتقارير انه راح تكون هنالك عواصف رمليه، هذه وين تنطوها؟ نعم. من لاي وزاره؟ سيد العزيز احنا دائما ما نعطيها الى هرم الدوله والى الامانه العامه لمجلس الوزراء. نعم. اضافه داخل الامانه العامه هناك خليه ازمه. ايه؟ او سميها الكوارث الطبيعيه. طيب. يعني احنا عندنا مدير عام للانواع الجويه عضو خليه الازمه. طيب. اكيد جميع مؤسسات الدولة، البيئة، الدفاع المدني، الصحة. طيب. احنا بنشوف الأخوة في وزارة الصحة دائما ما استحضاراتهم موجودة، يعني خاصة الإصابات، يعني يعرفون أكو راح يصير إصابات يعني في استحضارات. جيد.